المرجو الانضمام إلى قناة وصفة سحرية عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها، اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم صديقاتي في قناتكم وصفة سحرية لوصفات فعالة ومجربة من الطبيعة. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. سأقدم في هذا الفيديو وصفة فعالة جدا في علاج وإزالة سواد الإبطين وتفتيح لون الإبطين من الاستعمال الأول. نعم، من الاستعمال الأول، لأن المكونات رائعة التي سوف نستعمل في هذه الوصفة. اسمرار الجلد في منطقة تحت الإبطين هو ليس مرضا في أغلب الأحوال، هو يكون بسبب الحلاقة أو استخدام الكريمات التي تزيل الشعر وكثرة التعرق في منطقة تحت الإبطين. تراكم خلايا الجلد الميتة، أي قلة النظافة، وتلك المنطقة هي حساسة جدا، يلزمها نظافة يومية. لا تقلقنا أخواتي وصديقاتي من هذا المشكل، هو سهل جدا، يمكنكم التخلص من السواد تحت الإبطين باستخدام العلاجات الطبية المنزلية، وهي فعالة جدا جدا وآمنة. كما لاحظتم في الفيديو سوف نحتاج مكونات رائعة وتوجد في مطبخ كل سيدة. سوف نحتاج إلى سكر ناعم، وليس السكر الخشن، يسمى في المغرب بسكر غلاسي. نحتاج أيضا إلى بيكربونات الصوديوم. نحتاج إلى الحليب السائل، ونحتاج إلى عصير الليمون الحامض. نحتاج أيضا إلى عصير البومبلوموس أو ما يسمى بالجريب فروت. أيضا سوف نحتاج إلى زيت الجليسيرين. فكل هذه المكونات هي فعالة جدا جدا في تفتيح منطقة تحت الإبطين. على بركة الله سوف نقوم بتحضير الوصفة. نأخذ كما لاحظتم إناء لنخلط فيه الوصفة. سوف نضع ملعقتين من السكر الناعم، نضيف أيضا إلى ملعقة من بيكربونات الصوديوم، سوف نضيف عصير ملعقة ونصف من عصير البومبلوموس أو الجريب فروت. أيضا سوف نضيف ملعقتين من عصير الليمون. سوف نضيف نصف ملعقة من الحليب، وكذلك سوف نضيف زيت الجليسيرين. طبعا هناك تفاعل بين الليمون الحامض وبيكربونات الصوديوم، ذلك شيء عادي. نصف ملعقة كافية من زيت الجليسيرين. نخلط كل هذه المكونات جيدا جيدا حتى نحصل على شكل كريم. طبعا كما لاحظتم ان كل المكونات هي رائعة جدا، استعملنا السكر الناعم ولم نستعمل السكر الخشن. لماذا؟ لان طبعا منطقة تحت الإبطين تكون حساسة ولا يجب استعمال السكر الخشن. وعصير الجريب فروت هو رائع جدا، هذه الفاكهة هي افضل من البرتقال. نعم، لان فيها
عدة مزايا، فيها حمض السيتريك الذي يساعد على تفتيح البشرة، فيها فيتامين سي بقوة وهو رائع للإبطين، وأيضا عصير الليمون الحامض هو أكثر المكونات تفتيح لأنه يحتوي على الأحماض وعلى فيتامين سي أيضا، ومضاد للسموم والبكتيريا. زيت الجليسيرين طبعا يعطي نتائج فورية لإزالة السواد من تحت الإبطين، والحليب أيضا لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقضي على الإسمرار بسهولة. طريقة استخدام هذا الكريم، طبعا نضعه تحت الإبطين بعد تنظيفهما جيدا، ويمكنكم أن توزعوه أيضا بفرشاة أو باليد فلا بأس بذلك. تتركونه مدة 20 دقيقة، وبعد ذلك تغسلونه بالماء العادي، ويجب أن تداوموا عليه مرتين في الأسبوع. إذا كان لديكم سواد قاتم وغامق عليكم استعمالها كل يوم حتى يختفي السواد. يمكنكم أيضا الاحتفاظ به في قنينة مدة أسبوع لا أكثر مع وضعها في المبرد. أتمنى أن تعجبكم الوصفة السحرية لليوم، لايك لتشجيع القناة على إعطاء المزيد من الوصفات، وشير لإفادة غيركم. أرسلوا الفيديو إلى أصدقائكم عبر فيسبوك، تويتر، واتساب، وإلى وصفة سحرية قادمة إن شاء الله.